رح نسوي عجينة سيراميك منزلية ونعرف ايش هي ادوات تشكيلها وكيف نلونها والفرق بينه وبين الصلصال الحراري والصلصال العادي واخيرا طريقة تشكيلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة شد ارت. اذا ما انتم مشتركين اضغطوا سبسكرايب واهم شيء لايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزلكم كل شيء جديد. واهلا بكم في قناة شد ارت. طبعا في حال انكم ما لقيتوا العجينة في المكتبة مع انها متوفرة في كل المكاتب او ما لقيتوا احد يروح يشتري لكم او ما عرفتوا من فين تجيبوها، فاول شيء راح نبدا بطريقه عمل عجينه السيراميك في البيت وبمكونات مره بسيطه. اول شيء راح نحتاج كوب نشا ونص الكوب غرق ابيض. اذا انتم راح تحتفظوا بها لمده طويله راح تحطوا خل ابيض وملح، لكن انا عشان ما راح احتفظ بها فما احتاج. وبعدين راح نضيف ملعقه فازلين ونخلطها بهذه الطريقه لين تتماسك. طبعا لو حسيتوا الخليط سايل تزودوا نشا، ولو حسيتوه مره جامد تزودوا غرق، وكذا يعني لين تصير العجينه بهذه الطريقه. انا عن نفسي مره استمتعت، نسيت اني قاعده اصور، فجاه الشيء تحول سلايم، مره حبيت. اعذروني ترى نسيت اني قاعده اصور حرفيا وقعدت العب فيه 5 دقائق. اذا تحبوا صوت السلايم غمضوا عيونكم واسترخوا معي لمده دقيقه، واذا ما تحبوه قدموا المقطع للدقيقه 2:10. يلا نكمل. ترى مرة ممتع. المهم خلصت واخذنا العجينة شوية وهي سائلة، حطيتها في علبة عشان استخدمها في بعض الاشياء، وحطيت العجينة في الثلاجة عشان تبرد لمدة 4 ساعات اقل شيء. بعد ما تطلع من الثلاجة راح تصير نفسها نفس عجينة السيراميك، ولكن الفرق بينهم انه العجينة المنزلية راح نستخدمها في الاكسسوارات وما نستخدمها في اشياء راح تجلس في الموية لمدة طويلة. لتشكيل العجينة ممكن نستخدم دبابيس، بيس ممكن نسوي بيهم خطوط أو نقاط أو نسوي تأثيرات بالدبابيس، ونقدر نستخدم الفرادة، ونقدر نستخدم أشكال مختلفة للصلصال حق الأطفال عشان نسوي بيها أشكال وقوالب جاهزة. وعندي هذه العيون يمكن أستخدمها في شيء، يعني نشوف إيش يطلع معنا بيها. وهذه أدوات للتشكيل جاهزة راح تنفعنا كثير. بس لحظة قبل ما نروح للتشكيل حابة أقول لكم إيش الفرق بين عجينة السيراميك والصلصال الحراري والصلصال العادي. تراهم يختلفوا مو نفس الشيء. الصلصال الحراري يجي ملون وينحط في الفرن عشان يجمد بعد التشكيل، اما الصلصال العادي يجي ملون كمان بس ابدا ما ينحط في الفرن ولا راح يجمد، يعني تشكليه وتخليه 10 سنين زي ما هو يجلس طري، ترجعي تشكليه مره ثانيه. وعجينه السيراميك تجمد بالهواء، بس مشكلتها تجي بالوان اساسيه، لكن هذه ما هي مشكله نقدر نلونها. وممكن نستخدم في تلوينها الوان البوستر او الالوان الشمعيه او الالوان المائيه والألوان الزيتية كمان، أو ممكن نستخدم ألوان الأكريليك نلون العجينة أو نلونها بعد التشكيل بالأكريليك بس. يعني باختصار كل الألوان المتوفرة تنفع إلا ألوان البوية، لأن باختصار جودتها خايسة، وإذا نشفت العجينة اللون راح يطبع في كل مكان، فهذه الألوان ما راح تنفع إلا في صبغ البوية. طيب يلا نبدأ نشكل، وأول شيء لازم ندهن الصحن بالزيت عشان ما تلصق العجينة فيه. أول شيء أنا هعلمكم كيف تسووا ألوان الطيف أو رينبو بالصلصال. بعد ما رصيت اللون الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق أبغى أحط اللون البنفسجي، وعشان اللون البنفسجي ما هو موجود هاخذ له صلصال أحمر وصلصال أزرق عشان يديني لون بنفسجي، وبعدين أضاف صلصال وردي في الأخير، وباستخدام سكينة الرسم أو مسطرة قصينا الأطراف عشان تصير مرتبة، وبعدين أضغطهم على بعض عشان أتأكد إنهم جنب بعض، وكذا يصير الرينبو جاهز. باقي نضيف لغيوم بيضة عشان نكتمل، وبعدين جبت صلصال أبيض وكورته 3 كور وحطيته من الطرفين وأعطاني شكل غيمة. أعتقد الطريقة سهلة وكلكم عندكم تطبقوها، إذا عجبتكم اكتبولي بالكومنت.
بعد ما خلصت من الرينبو أخذت عجينة السيراميك وفردتها وتشققت وصارت تشبه الكوكيز، وأخذت الصلصال وفردته بنفس الطريقة وكذا وحطيت عليه عيون وشوكولاته وكذا صار جاهز. أنا أول شيء قررت أسوي دونات، أخذت عجينة بيضة وأضفت عليها الثلاث الألوان الرئيسية الأصفر والأحمر والأزرق وعجنتها لين وصلت تقريبا للون الخبز. شكلتها على شكل دائري يشبه الدونت وبذيل الفرشة خرقتها من النص عشان يعطينا شكل الدونت المعتاد. رح نحاول نخرج الفتحة من الجهتين شوية شوية عشان ما نخرب شكل الدائرة، وإحنا بنشتغل نحاول نستخدم الموية عشان ننعم الأطراف ويكون الشكل ناعم ومرتب. بعد ما جهزنا خبز الدونت وعشان نجهز الكريمة رح استخدم العجينة المنزلية اللي أنا سويتها، أضفت عليها الثلاث الألوان الرئيسية بس بكميات أكبر عشان يعطينا اللون البني اللي يشبه الشوكولاتة. طبعا في الكريمة استخدمت العجينة المنزلية لأنها طرية أكثر من العجينة الجاهزة. وأخيرا باستخدام العجينة السائلة أضفت خطوط تشبه خطوط السكر الأبيض. العجينة السائلة سويتها بنفس الطريقة ولكن بإضافة كمية غرق أكبر وإضافة لون أبيض. ثاني شكل قررت أسويه إسورة أو سلسلة أو ميدالية على شكل باليت ألوان. أول شيء رح نحدد الشكل اللي نبغاه، وبعدين رح نجيب عجلة أو مسطرة أو أي شيء يعني عشان نقص الأطراف ونقص الزوائد، بعدين نشيلها. بعد ما نشيل كل الزوائد رح نستخدم الموية عشان ننعم الأطراف، وباستخدام ذيل الفرشة رح نضيف دوائر صغيرة تمثل المكان الألوان، وباستخدام الدبوس أو أي شيء صغير رح نخرج خرقة صغيرة عشان نقدر نحط سلسلة أو إسورة. بعد ما اكتمل الشكل رح نرفعه على سطح فلين أو شبك أو سفنج عشان ينشف بدون ما ينعكف. وإذا تسألوا ليش أحط عصايتين في الطرف وأنا أفرد، عشان العجينة تيجي مفرودة بشكل متساوي من كل الاتجاهات. وطبعا الأشكال تقدر ترسموها أو تسووها بقوالب جاهزة. ثالثا رح أسوي أشكال مختلفة للصحون. أول شيء رح أحاول أفرد العجينة بشكل متساوي ومرتب، بعدين راح اقص العجينه بشكل عشوائي على شكل ورق الشجر، بعدين راح اجيب ورق شجر واطبعه عشان يعطيني الشكل الواقعي لورق الشجر في الصحن، بعدين راح ارفع الصحن من الاطراف بيدي وبالمويه راح انعم الاطراف وكذا الصحن الاول اكتمل. الصحن الثاني ابغاه يكون باللون البني والابيض عشان كذا اضفت للعجينه اللون الازرق الغامق واللون الاحمر عشان يعطيني اللون البني الغامق. بعد ما كونت اللون البني خلطت الابيض مع البني وبكذا حصلت على شكل رخامي. اول شيء راح افرد العجينه وبعدين راح اقصها على شكل الصحن اللي ناوي اسويه. طبعا ما ادري كيف فجاه حسيت اني نعسانه وغيرت الشكل لشكل بيضاوي عادي، وبعدين حطيت عليه وجه عشوائي. راح ارسم الحواجب وبعدين راح احط دائره تمثل العين، اخيرا راح ارسم شفايف بطريقه النعسانين، وصار هذا الشكل جاهز. يمديكم تعلقوه في الجدر او تبخوه. رابعا قررت ازين الكوب بعجينه السيراميك. طبعا اول مره اعرف انه اكسسوارات الكوب وزينه الكوب بتصير بعجينه السيراميك والصلصال الحراري، فقررت اجرب ومنه تستفيدوا انتوا كمان معايا. وقررت ازين الكوب هذا بفستان لانه اساسا موجود فيه رسمه وجه، فأنا رح أسوي الفستان من تحت بدل اللبس اللي كان موجود. سويت شكل الجسم وبعدين لونت العجينة باللون الوردي عشان أسوي فيها الفستان. أول شي فردت العجينة وبعدين رح أقصها بشكل مستطيل إما بمسطرة أو بأي شي موجود عندك حاد يعني. أزيل الزوائد وبعدين أبدأ أثني العجينة باتجاهات متعاكسة بشكل يشبه الكسر، وبعدين رح أقص الزوائد أخليها بالطول المناسب اللي يناسب الفستان. وأنا قد حطيت طبقة أولى، راح أضيف الطبقة الثانية وراح يصير الفستان من طبقتين، الطبقة الأولى بيضة والثانية وردية. بعدين راح أحط غرف في النص عشان أقدر أضيف الطبقة اللي فوق. طبعا قصيت الصدرية الحال، بعدين راح أشيلها وأحطها فوق المجسم اللي سويته عشان يكتمل الفستان. طبعا أنا اخترت فستان لأني حسيته الأسهل حاليا كأول مرة، ولكن أنتوا يمديكم تسووا كب كيك أو يمديكم تسووا أي شيء تبغوه، يعني يمديكم تسووا شكل كاميرا أو يمديكم تسووا باليت أو يمديكم تسووا أرواج أو إكسسوارات تعجبكم، وكمان تقدروا تطقموه مع الصحن والملعقة. Many months later. طبعا ما أدري كيف عدت 3 شهور بدون ما أحس، يعني أنا حاسة ب3 شهور بس مو حاسة إني ما صورت من 3 شهور. طيب إنه أمنتج وينحذف المقطع وزحمة رمضان والعيد وكورونا، يلا ما علينا، المهم كل عام وأنتم بخير بعد بعد زحمة. يلا عوافي. خامس شيء رح نسوي كاميرا زي ما شفتوا في العنوان. أول شيء قصيت مستطيل يمثل جسم الكاميرا، بعدين رح أقص مستطيلين صغار
الأول راح يكون بطول جسم الكاميرا والثاني راح يكون نصفه، وبعدين راح ناخذ العجلة أو أي دبوس أو سكين على حسب المتوفر، يعني أهم شيء يخدش الأطراف عشان نخدش الجهتين، وبعدين نحط موية ونلصقهم في بعض عشان يلصقوا تمام وما يطيحوا. نحاول نعمل أطراف ونتأكد إنهم لصقوا تمام، وراح نعيد نفس الطريقة عشان المستطيل الثاني، وراح نلصقه من فوق عشان يمثل فلاش الكاميرا. أهم شيء كل الجهتين يكونوا لسه رطبين، وإذا في جهة نشفت لازم نلصقها بغرة. وبعدين أخذت عجينة ثانية وشكلتها على شكل أسطواني تمثل العدسة، ولفيت عليها شريط نحيف من نفس العجينة كتفاصيل للعدسة. طبعا التفاصيل تختلف على حسب نوع الكام اللي حابين تسووه، وأنا حاليا بصراحة ما عندي نوع محدد، ولكن المهم إنها كاميرا. بعد ما خلصت تفاصيل العدسة خدشت الجسم بشكل سريع وخدشت العدسة وأضفت موية عشان أرطب الجهة الثانية وألصقهم في بعض، وكذا تقريبا أكتملت كل الأشكال وبس باقي الشكل الأخير. في الشكل الأخير قررت أسوي إيس كريم، وعشان أسوي الإيس كريم أول شيء رح أبدأ بالوافل. فردت العجينة على شكل دائري وبعدين لفيتها على شكل طربوش، بعدين أخذت المشرط وبدأت أسوي خطوط بشكل متعاكس عشان يعطيني شكل الوافل الحقيقي. بعد ما أكتملت رح أخليها تنشف على جنب. على ما تنشف رح أسوي الكريمة. أول شيء أخذت عجينة بيضة ورح ألونها باللون الوردي، ورح ألون عجينة ثانية باللون الأزرق. بعد ما صارت العجينتين جاهزة رح أخلطهم مع بعض عشان يعطينا تقريبا نكهة التوت البري. أحاول ما أخلط كثير عشان الألوان ما تتداخل في بعضها. وبعد ما أتأكد إن الوافل نشف تماما رح أخذ الكريمة وأحطها على طبقتين فوق الوافل بهذه الطريقة. طبعا حاليا الوافل لسه ما نشف، بس أنا عشان أوريكم الطريقة باستخدام عود الخشب قاعد أضغط على الكريمة من الأطراف على شكل دائري عشان أبين إن الكريمة تكون كأنها ذايبة شوية. وطبقت نفس الطريقة على باقي النكهات. أهم شيء إني مصدق إن النكهات حقيقية. خلوني إذا أنتوا كمان مصدقين حطولي تحت في الكومنت إيس كريم. وبعد ما تأكدت إن الوافل نشف تماما رصيت الكريمة فوق بهذه الطريقة وهذا الشكل النهائي. أما الأشكال الباقية فراح ألونها في مقطع خاص إن شاء الله، وإن شاء الله راح أنزله قريب. وكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. شكرا على المتابعة، لا تنسوا تتابعوني في حساباتي في السوشيال ميديا، ولا تنسوا تكتبوا لي تحت في الكومنت أي شكل حبيتوا أكثر. أنا أكيد حبيت الكاميرا والآيس. دامنتم مشتركين وحطوا السبسكرايب على الجرس عشان ينزلكم كل شيء جديد.